كيف ساهم ضعف الشرعية في تفتيت البلد؟ لماذا كبرت مشكلة الحوثي لتتحول إلى معضلة عصية عن الحلول؟ كيف تحول تحالف استعادة الشرعية إلى خلاف للمشاكل والعثرات التي تساهم بتمزيق الدولة؟ أهلا بكم. تبدو صيغة الفوضى والانقسامات هي الصورة الأقرب للتصور عن مستقبل اليمنيين على ضوء قراءة الأحداث الآن، ما لم تكن هناك حلول جادة وواقعية لإنقاذ اليمن قبل أن تصبح دولة منهارة. فخمسة أعوام منذ هروب الرئيس هادي ولجوئه إلى الرياض وإطلاق العمليات العسكرية عاصفة الحزم ضد ميليشيا الحوثي جعلتنا نقف اليوم على بلد ممزق. السعودية تؤسس لدولة بلا سيادة، وعوضا عن حربها مع اليمنيين باتت تحارب باليمنيين على حدودها، والإمارات تراهن على تقسيم اليمن ولم يعد عداها خافيا على أحد. وسط كل هذه الفوضى، من أين يبدأ اليمنيون؟ هل نبدأ من استعادة الدولة المختطفة من ميليشيا الحوثي؟ أم من إنهاء الانفلات الأمني في المناطق المحررة؟ أم من إقناع الأخوة في التحالف أن هذه ليست الطريقة التي تستعاد بها اليمن؟ أم من شرعية كرست الخذلان في كل مواقفها؟ ماذا تبقى من اليمن الكبير؟ وما هو مصير البلد وسط كل هذه التراكمات؟ وما الذي يمكن القيام به لتلافي انهيار الدولة؟ وما هو دور الرئيس هادي والنخبة السياسية وسط هذا المشهد المعلول؟ أكثر من أربع سنوات على انطلاق المعركة ضد ميليشيا الحوثي في صنعاء، قالت الحكومة إن معركتها تهدف لاستعادة الدولة، واستعانت بتحالف تقوده السعودية من أجل تحقيق هذا الهدف. وحتى اللحظة لم يعد من الدولة شيء، لا مؤسساتها ولا خدماتها ولا حتى اسمها في بعض المناطق، فالمناطق التي حررتها الحكومة تعيش وضعا سيئا في كثير من الجوانب، مشهد غير سوي. الرئيس ونائبه يقيمان في عاصمة دولة مجاورة منذ نحو خمس سنوات، والرياض وأبوظبي هما الحاكمان الفعليان للمناطق المحررة، فما الذي تبقى للدولة إذن؟ وما الذي تبقى منها؟ الواقع على الأرض يقول إن الشرعية لم تعد سلطة فعلية على الأرض سوى في مناطق محدودة كحضرموت ومأرب وتعز، فيما تكاد تغيب تماما في بقية المناطق لتبدو مثل خرقة بالية تتخفى داخلها أطماع الحلفاء. في عدن تتجدد المعركة بين ميليشيات يدعمها التحالف وبين قوات تابعة للحكومة. حدث هذا لأكثر من مرة في العاصمة المؤقتة، كما حدث في شبوة والمهرة وسقطرة، والهدف هو ذاته دائما إنهاء وجود السلطة الشرعية وتفتيت الدولة اليمنية. لكن السؤال هو لماذا لم يواجه الرئيس هادي وسلطته هذا الانحراف في أهداف التحالف؟ هل سيستمرون في مشاهدة البلد تقتسمه ميليشيات موالية لإيران وميليشيات تابعة لأبوظبي؟ يقول البعض في محاولة تفسير هذا الوضع إن الرئيس هادي عاجز وضعيف، فيما يجادل آخرون أن هذا الوضع تحديدا هو ما يريده هادي، وضع الإنهاك التام لجميع الأطراف سواء المؤيدة للشرعية أو الرافضة لها. وفي الواقع لا يبدو أي من التفسيرات ذا أهمية الآن إذا ما كانت كل الدوافع تؤدي إلى النتيجة ذاتها. ماذا تبقى من الدولة اليمنية إذن؟ سؤال يكبر كلما طالت الحرب وفقدت السلطة الشرعية نفوذها على مؤسساتها، فيما يبدو أن الوقت ينفد من أيدي اليمنيين ليصحوا قريبا من ركام هائل هو آخر ما تبقى من دولتهم. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، كما ستكون معنا عبر سكايب الأستاذة سمية ثور مسؤول ملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن من فيينا. وبداية هذه الحلقة أرحب بك دكتور فيصل الحذيفي، مساء الخير. نعم دكتور فيصل، هل تسمعني دكتور فيصل؟ أنا لا أسمع جيدا، أنا كنت طلبت في بداية الحلقة أن يرفعوا لي الصوت، لكن ممكن أسمع من التلفزيون حتى أتفادى. نعم، حتى أتفادى مثل هذا الخلل. نعم، إذن الصوت ضعيف جدا في أذني، لا أسمع.
إذن دكتور فيصل، سنحاول معالجة هذا الخلل وسنعود إليك بإذنه تعالى. إذن مشاهدينا الكرام، سؤال الحلقة: ماذا تبقى من الدولة؟ ونحن نناقش في هذا اليوم الذي ربما حدثت فيه أحداث كثيرة مؤخرا فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في عدن والمشاكل التي حدثت هناك، وما الذي يراد لعدن من قبل التحالف؟ أسئلة عديدة نضعها في هذه الحلقة، ربما هي حلقة مراجعة سياسية لما يحدث لليمن. 5 سنوات ونحن ربما نكرر الكثير من الأسئلة ونضع الكثير من الأفكار لمحاولة مناقشتها، إيجاد الحلول، ولكن للأسف الشديد دائما نصطدم بجدار صلب بأنه لا حلول حقيقية تراد لهذا البلد. وإذا تكون معي، تنضم معنا الأستاذة سمية ثور، مسؤول الملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن من فيينا. مساء الخير أستاذة سمية. أهلا بك، مساء النور. أهلا بك. إذا أستاذة سمية، لو بدأنا من الأحداث الأخيرة، ما هي قراءتك لها؟ خاصة وأنت كتبتي في منشور لك أنه لو تم انفصال الجنوب في الوقت الراهن فهي فرصة لتكوين دولة الحوثيين في الشمال، كيف بنيتي معطياتك؟ نحن نعرف أن التحالف العربي والحكومة الشرعية من بداية الانقلاب أخذت العاصمة عدن عاصمة مؤقتة لدولة اليمن، فبالتالي كل العالم تعامل مع الدولة على أساس أن عاصمتها هي عدن. في هذه الحالة الآن، رغم علم التحالف بهذا الأمر، وهذه نقطة هامة يعني لازم نعمل حولها أكثر من قوس، يعني بين قوسين، لكن المشكلة هنا أنه من أول يوم في عاصفة الحزم والتحالف لم يتعامل مع هذه النقطة كشيء جوهري لدعم الحكومة الشرعية في هذه المنطقة الجغرافية الهامة التي كان بالإمكان أن يبنى على أساسها دولة اليمن الاتحادي الذي كلنا اتفقنا عليها أو يعني تحاورنا عليها في الحوار الوطني. فبالتالي عندما نتحدث اليوم عن انفصال في هذه المرحلة وفي هذه الحالة، لا يمكن أن أتخيل اليمن بعد لو حقا يعني التحالف يعني دعم أو ساهم في هذا الأمر في هذه المرحلة، يعني لا أرى إلا أن الحوثي ستكون له دولة في الشمال، والجنوب لو تحقق هذا فعلا، وأنا أراه بعيدا في المرحلة هذه، لكن لو تحقق فعلا ستكون هناك دولة في الجنوب، دولة في الجنوب تدعمها دولة الإمارات. ونعرف جميعا كيف أن دولة الإمارات اليوم أعلنت عن تحالفها أو يعني صرحت بعلاقتها بإيران وكيف فتحت معها حوارات ومن هذا القبيل، حوارات سياسية. فبالتالي لا نرى إلا أنه هناك مخطط بشع لتدمير حلم الدولة لليمنيين في هذه البلاد، الدولة التي كنا ننوي أن نبنيها في من عدن. لو تم هذا الأمر نحن أمام مفترق طرق خطير جدا، ولا أرى فيه إلا مزيد من الصراعات، وأي حلم ينبني على ميليشيات وعلى سلاح بين الشعب الواحد لا يمكن أن تنتهي إلا بمزيد من الصراعات، خاصة أن التحالفات في هذه المرحلة تتغير كل يوم. يعني إحنا نتكلم عن علاقة دولية إقليمية، لا نتكلم فقط عن اليمن الجنوبي والشمالي أو اليمن والإمارات، نحن نتكلم عن علاقات دولية متغيرة في كل لحظة وفي كل يوم. فبالتالي نحن أمام كيمنيين أمام مفترق طرق خطير جدا، لابد أن نستوعب ما معنى فقدان الدولة. لا يمكن أن نعيش بأي حرية، لا يمكن أن نعيش في ديمقراطية، لا يمكن أن نعيش في أمان طالما نحن لا نسعى ولا ندافع عن هذا المسمى بأي شكل من الأشكال. اليوم نحن لا ندافع عن شرعية، لا شرعية هادي ولا التحالف ولا السعودية ولا الإمارات، نحن كيمنيين نتكلم عن
شرعية الدولة. نحن بحاجة إلى دولة نستند إليها، دولة تكون هي الحاضن لكل هذه الاتجاهات في اليمن. نعم. إذن موضوع حلقتنا اليوم أستاذة سمية هو بعنوان ماذا تبقى من الدولة. دعيني أعيد هذه العنوان على ضوء ما كتبت: مخاطر أو مهددات تؤول إلى سرقة حلم الدولة منا جميعا، حدثينا عن ذلك. الدولة يعني مثل ما ذكرت الآن، الدولة هي عبارة عن منظومة متكاملة، عن شيء تبني على أساسه كثير من السياسات خلينا نقول أيضا الاتفاقيات مع العالم اللي حولك. الدولة هي اللي أصلا يفترض بها أن تؤمن شعبها وتؤمن مصير البلد. يعني اليوم نحن نتكلم عن غياب كبير للدولة، ولكنه أيضا غياب من يعني مقسوم إلى جزئين: غياب مقصود من الإقليم، وغياب مقصود من أو يعني مش مقصود وإنما مهمل في إهمال من الذي يعملون في الدولة اليوم. مشكلتنا عويصة جدا، نحن نتعامل مع مجموعة موظفين في الدولة لا يفقهون معنى المصيبة التي فيها البلد، لا يرتقي مستوى تعاملهم مع القضايا في كل حين وفي كل لحظة. يعني أنا لا يمكن أن أتكلم عن دولة تدار من تويتر ولا من مكان غير اليمن. نحن فعلا أريد لنا أن نصل إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة اليأس، مرحلة أنه تكون هناك فرصة أخرى لمثل هذه التحركات المؤسفة في الجنوب. نحن نعرف أن قضية الجنوب هي قضية كانت جوهرية في الحوار الوطني، قضية الكل اعترف بها والكل تعامل بها بمسؤولية عالية جدا، وهي كانت من القضايا الأساسية التي تمت نقاشها وتمت حلحلتها. كان الحل الأساسي والوحيد لليمن كان هي الدولة الاتحادية، هي الدولة الشكل الدولة التي كنا نعتقد ومتأكدين أنها هي التي ستصل بنا إلى بر الأمان لاختلافات اليمن بشكل عام. لكن اليوم بغياب الدولة عن المشهد بشكل كبير، المقصود غياب مقصود للأسف الشديد، صعب أني أتكلم عن ما هو مصيرها اليوم. مصيرها اليوم إما أن تلقى الدعم الحقيقي الذي جاءت من أجله، مثل ما ذكرنا في بيان الشبكة. هي نعم، سأذهب إلى بيان الشبكة ونتحدث عما ورد فيه من توصيات، ولكن ابقي معنا قليلا أستاذة سمية. سأذهب للدكتور فيصل. دكتور فيصل، أتمنى أنك تسمعني الآن جيدا، وبداية دعني أسألك على خلفية الأحداث الأخيرة في عدن، ما هي قراءتك لما يحدث؟ أسعد الله مساءكم بالخير والجمهور الكريم. ونحن الحقيقة في برنامج نحاول أن نشخص الموضوع المتجدد في كل لحظة من هذه الأحداث على الأرض. ما يجري في عدن نستطيع أن نتحدث عنه في سياق الإجابة لضيفتك الكريمة للسؤال ماذا تبقى من الدولة. نحن نرى بأن هناك تمظهرات متعددة للدولة اليمنية، وهذه التمظهرات متناقضة. إحدى هذه التمظهرات ما هو حاصل في عدن. لدينا دولة مغتصبة، هذا تمظهر أول في مناطق الحوثي، مناطق الانقلاب، ولدينا دولة محتلة في المناطق التي تسيطر عليها دول التحالف بالمطلق دون وجود للشرعية، كما هو في عدن وفي الساحل وفي المهرة وفي سقطرة. ولدينا تمظهر الدولة المتعافية، الدولة التي تحاول أن تثبت وجودها، مثل مأرب وحضرموت، حيث لها رصيد من الاستقرار ورصيد من القدرة على إدارة الذات. وهناك تمظهر آخر وهو تمظهر البين الصراع ما بين تمظهر الدولة الحقيقية التي نسعى إليها وانسلاخ هذه الدولة في أتون التدخل المباشر من دول التحالف. ما كل منطقة توجد تحت سيادة تحت سياق دولة الاغتصاب فالدولة
يحكمها سلطة أمر واقع كما هو حال قلنا منطقة الحوثي. وما يجري في عدن اليوم إنما يعبر عن غياب السلطة الشرعية وغياب السيادة الوطنية، ولذلك نجد بأن التدخلات الخارجية الفجة أوجدت هذه الصراعات في عدن، لأن هذه الصراعات لم تخلق من فراغ، هذه الصراعات تم الترتيب إليها بشكل متعمد. لدينا مجاميع وألوية عسكرية ممولة بشكل مباشر من دول التحالف السعودي والإمارات، يدفع لهذه القوات سلاح دون الدولة، دون خارج عن إطار هيئة الأركان، يدفع لهم رواتب خارج إطار هيئة الأركان، يتم التعيين لقيادتهم ولألويتهم أيضا من قبل دول التحالف خارج إطار هيئة الأركان. إذن هذا التدخل الفج المباشر من دول التحالف هو الذي خلق هذه الصراعات في عدن وسيخلقها، وكان سيخلقها في تعز لولا الرفض المجتمعي لتدخل لإنشاء حزام أمني، وهو أيضا سيتكرس في الساحل الغربي بشكل عام. فحيثما وجدت الإمارات والسعودية بالهيمنة على السيادة اليمنية والقرار السيادي اليمني، يوجد هناك تصادم مجتمعي قادم وسينفجر ليس في عدن فقط، نعم، وإنما في كل عند هذه النقطة بالذات دكتور أن يكونوا تحت وصاية الأجنبي. نعم، عند هذه النقطة مسألة التصادم المجتمعي. نعم، مسألة التصادم المجتمعي التي ذكرتها، يعني هذه هي موجة العنف الثانية بعد أحداث يناير في 2018. برأيك ما خطورة انجرار عدن إلى دوامة العنف التي ذكرتها؟ هي المخاطر التي تبنى على هذا الصراع المجتمعي بفعل متعمد وبإضعاف للسلطة الشرعية وبتدخل مباشر لانتهاك القرار السيادي اليمني، هو يعمل على تفتيت الدولة ويعمل على تفتيت المجتمع ويعمل على إضعاف تمظهر الدولة الحقيقي الذي نسعى إليها خلال 4 سنوات. وبالتالي الإمارات لم تخفي علنا رغبتها في تجزئة البلد، سواء من قرقاش أو من ضاحي خلفان أو من عبد الخالق عبد الله أو من وسائل إعلامية إماراتية تقول لا يمكن أن تعود الدولة موحدة كما كانت، يعني أي أنهم يدعمون هذا الفريق من أجل تحقيق هذا الهدف الذي أصبح معلنا كان سابقا خفيا. وأنت تذكرين قبل 4 سنوات في برنامج معك قلت لك بأن دول التحالف لديها أهداف غير معلنة مسكوت عنها، وكنتم في ذلك الوقت تقولون كيف هؤلاء أتوا لمساعدتنا، ولكن اليوم أتوا لتجزئة البلد وأعلنوا ذلك. وسكوت السعودية عن هذا الفعل السياسي المخالف لمبادئ القانون الدولي وللأعراف وللقانون الدستور اليمني ولأهداف التدخل صار 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 غير خفيا حتى على الإنسان العادي الذي لا يفهم في السياسة، أي أنهم الآن يسعون بالبلد إلى مزيد من الإضعاف للسيطرة عليها، ولا تدركون أن السواحل اليمنية من شرق من من البحر الأحمر وفي البحر العربي كلها في العمق تخضع لسفن مستأجرة عبر الإمارات للاصطياد العشوائي للتجارة العالمية. هذه فقط أحد الثروات، ناهيك عن ثروات نحن لا نعلمها، كان يستخرج الذهب ويباع في دبي ونحن لا نعلمه، وكان عفاش هو الذي يسهل لهم مثل هذه التعاملات. إذن وهناك أيضا ثروات كالنفط والغاز، وكذلك تعطيل الموانئ، تعطيل الموانئ اليمنية إنما يصب لحساب موانئ دبي وموانئ جدة التي تزدهر على حساب تعطيل مصالح اليمنيين. اليوم كل البضائع والتجارة التي تدخل اليمن تمر عبر دبي وتؤخذ على كل قطعة رسوما لصالح دبي لصالح الإمارات، هذه أمور ينبغي أن يعلمها الناس. نعم، إذن ما دلالة هذا التصعيد الآن دكتور؟ نعم، ما هي دلالات التصعيد في هذا الوقت؟ دلالة التصعيد هو الانتقال إلى حرب جديدة. الحرب منذ 4 سنوات، لو تسمعيني أنا لا أسمع جيدا. نعم، أسمعك جيدا. جيد، الحرب بدأت منذ 2015 كحرب أخلاقية قيمية دستورية قانونية عادلة بين حكومة شرعية تعبر عن الإرادة الشعبية وبين مجموعة من الانقلابيين أرادوا ابتلاع الدولة.
إذا هذه حرب مشروعة وقف العالم كله مع اليمن، الجامعة العربية والمتحدة، الاتحاد الأوروبي، العالم كله وما زال يعترف بسلطة الرئيس هادي نتيجة لهذه القيمة الأخلاقية، أي أن هناك سلطة شرعية تعبر عن إرادة الشعب تم الانقلاب عليها ودخل دخلت دول التحالف على هذا الأساس. ولكن اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة من الحرب، وهي حرب الانفصال، حرب تعزيز الانفصال، حرب تدمير المجتمع من الداخل، حرب الاستحواذ العلني على مقدرة اليمن، حرب على مستوى مصادرة السيادة اليمنية. يعني اليوم عندما نوجه سؤال للسلطة الشرعية وللفريقها الحكومي، نقول كيف تسمح هذه الحكومة بخفة دم وبثقالة أن تدفع هذه الدول مرتبات مباشرة لهذه القوات التي تنشئها؟ كيف تسمح هذه الحكومة لهذه الدول أن تزود هذه المعسكرات دون غيرها بالأسلحة الثقيلة؟ كيف تسمح لهذه الدول أن تتدخل بطيرانها لدعمها كما حصل في يناير العام الماضي؟ إذن هناك خلل بنيوي سمحت به السلطة الشرعية، ووجدت هذه دول التحالف فراغاً تلعب فيه. إلى اليوم كل اللوم الذي يمكن أن يلقى ينبغي أن يلقى على الممثل اليمني، على الطرف اليمني، على السلطة الشرعية، هي المسؤولة عن هذه المآلات، لأن الأبواب المفتوحة، الأبواب المشرعة المفتوحة تسمح بدخول كل الحشرات والهوام. هذه هي التوصيفة لما لسؤالك، ما الدلالات أو ما الذي يترتب؟ يعني نحن إلى الآن نفتقد الدولة كالشلل الذي يغزو الجسم الإنسان. نعم، اسمح لنا دكتور فقط بالبقاء معنا، سأعود إليك سمية. سمية، في توصيات لبيان شبكة نساء من أجل اليمن طالبتم المجتمع الدولي بالضغط على السعودية والتحالف الالتزام بالأهداف الذي أتى من أجلها لدعم الشرعية وسعادة الأراضي اليمنية ووحدة اليمن. السؤال، هل تتوقعي أن ذلك ما زال متاحا بعد 5 سنوات من ضياع الأهداف ويعني اختلاف ربما الأجندات؟ الواقع غير الكلام. يعني نحن نتكلم صحيح يعني، وأنا أتفق مع ما قاله الدكتور فيصل، لكن نحن الآن نتكلم عن تدخل كامل الأركان في اليمن، تدخل ليس بقدرة الدولة اليوم أن تتنصل منه بهذه السهولة. فبالتالي يعني كلاعب سياسي موجود، لاعب دولي نتكلم عنه، لابد أن يكون لهم، طالما تدخلوا في قضية اليمن، لابد أن يكون لهم دور في الضغط وفي وضوح هذه الأهداف اللي تكلم عنها الدكتور فيصل. يعني التحالف أتى لقيمة يعني مهمة وقيمة عالية جدا، وهي تحرير اليمن، وهي استعادة الدولة، القضاء على الانقلاب وإلى آخره. لكن اليوم اتضح أن احنا دخلنا مع التحالف في يعني في اللا دولة، ويعني ما زلنا نأمل أن لا نصل إلى هذا المستوى، لكن المعطيات مرعبة جدا، وما يحصل اليوم في عدن دليل كاف على أن هناك ترتيب منظم لأن نصل إلى هذه المرحلة. فبالتالي لابد يعني إذا كان المجتمع الدولي يعني يغرد ويكتب أنه متمسك بوحدة أراضي اليمن، متمسك باستقلال اليمن، متمسك بالقضاء على الانقلاب وإلى آخره، فبالتالي لابد أن يكون لهم دور في الضغط على الدول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات أن تكون واضحة في التعامل مع قضية اليمن. نحن لا ننكر أو نعرف جميعا أن يعني الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي بشكل عام يجلس يمكن مع دول التحالف ويتحاور معهم عن قضية اليمن أكثر من مسؤولين الدولة اليمنية، فبالتالي لابد أن يكون هناك ضغط دولي. هذا ما نستطيع نحن أن نضغط عليه ونسعى إليه. يعني نتفق على الأشياء الأساسية التي نتكلم عنها، لكن لابد أن تكون هناك طرق ويعني وسائل عملية يعني نصل بها إلى حل لهذه المعضلة. يعني لا يكفي أنه يعني نتكلم عن المشكلة، لابد أن نكون هناك خطوات واضحة، ما الذي نريده اليوم؟
ما الذي تحتاجه هذه الدولة يعني لكي نستعيد يعني استقلاليتنا ونستعيد وطننا؟ فبالتالي نعم. يعني لما عند سؤالك هذا أستاذة سمية، ما هي الإجابة فعلا؟ ما الذي بيد اليمنيين الآن يعني في حال لم يتم استجابة الشرعية ولا التحالف، وشاهدنا يعني البلد يتمزق فعلا أمام أعيننا، ما الذي بيدنا؟ للأسف الاستقطابات في هذه الحرب أصبحت مرعبة جدا جدا، يعني نحن نتكلم عن استقطابات إقليمية ودولية، أصبحت يعني المصالح لا تقتصر على الدول فقط، وإنما أصبحت تقتصر على أصغر وأكبر شخصية ممكن تجديها في اليمن. فهذه الاستقطابات هي التي أيضا يعني جعلت هناك خلل في الميزان الوطني في البلد. فبالتالي يعني في الوضع الطبيعي كان بيد اليمني أن يفعل الكثير، وما حصل في 2011 لم يكن بهين، لكن اليوم نحن نتكلم عن شعب يمني ممزق، شعب يمني يتهم بعضها البعض، شعب يحتاج إلى إعادة يعني التفكير في كثير من القضايا. يعني لا يمكن أن أتكلم عن قضية إلا والتهم جاهزة عنك، يعني أنا إذا تكلمنا عن الجنوب أنت كذا وكذا وكذا، إذا تكلمنا عن تعز أنت كذا وكذا وكذا. فبالتالي التصنيفات والاستقطابات لابد في هذه المرحلة أولا، يعني أعتقد أنه لابد في هذه المرحلة أن يعني تنتهي أو تخف، لأنه لا يمكن أن يصنع الشعب شيء ونحن بهذه التمزق وهذا الانقسام. والدولة طبعا يعني غيابها له دور كبير في هذا الأمر، لأنه الحديث والتواصل ما بين الشعب والدولة شبه منعدم، أن لم يكن منعدما أصلا. فبالتالي الشعب يعني يبحث عن ما يعني يتبعه، فبالتالي نحن في مأزق شعبي ودولة وأمور كثيرة تحتاج إلى معالجات كبيرة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سمية الثور، مسؤولة الملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. أعود إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني برأيك كيف ساهم ضعف الشرعية في تفتيت البلد بهذا الشكل؟ للأسف نحن نقولها دون خجل ودون دبلوماسية، نقول بأن الشرعية سلمت السيادة اليمنية والقرار السيادي اليمني لطرف أجنبي ليس له صفة. أولا، طريقة استدعاء التدخل كان شفويا أو بورقة لا نعلم محتواها، وعادة كما قلت وأكرر للتثقيف القانوني بأن عادة التدخل الدولي أو العلاقة الدولية تقوم على تعاقدات، على اتفاقية دولية تحدد بدقة المصالح المشتركة، وهذا لم يحصل. وبالتالي الشرعية مضت صامتة في الانتهاكات، انتهاكات في المعارك، انتهاكات في طريقة التفاضل في التسليح بين أطراف تتبعها وأطراف لا تتبعها. يعني تعز اليوم تعاقب لأن المحور والجيش في تعز رفض أن يكون هناك أحزمة أمنية، لذلك حرم من الدعم، حرم من السلاح، حرم تعز من أن تفك حولها الحصار أو تحرر. بينما لو كانت تعز قبلت بالأحزمة الأمنية ربما لأصبحت محررة، ولكن تحت الوصاية الأجنبية بدل أن تكون تحت قرار أبنائها. وهكذا قيسي كل المناطق، حيثما يتدخل الدول التحالف في القرار السيادي اليمني حيثما يوجد العبث. والسلطة الشرعية لم تطلق لسانا للاعتراض حول مثل هذه الانتهاكات، ابتداء بالقصف الخاطئ، التعيينات، الاعتراض على التعيينات، يعني التحكم في الدعم، كذلك التقصير الأخلاقي في الإغاثة، فرز أن هناك أناس أغنياء وهناك أناس فقراء. مجتمع تحت الحرب خمس سنوات، وتأتي منظمات دولية في حملة وين الفلوس، يعني قادها حقوقيون ونشطاء من تعز ومن اليمن،
فضحوا هذه المنظمات في آخر تقرير أصدرته الأسوشيتد بريس، يعني فيه عبث غير عادي، وكل هذا أيضا في ظل صمت السلطة الشرعية. أنا قلت قبل قليل وأشرت وأرجو من الفريق الحكومي والمستشارين والأحزاب حول الرئيس عبد الرب منصور أن يحترموا أنفسهم ويسمعوا صوت الشعب الذي يعاني. كيف يسمحوا لدولة الإمارات والسعودية أن تمول الجيش مباشرة برواتب دون أن تمر على البنك المركزي وموازنة الحكومة؟ كيف يسمحوا لهذه الدول أن تمنح ألوية العمالقة وألوية السلفيين وبنبريك يعني أسلحة من المدرعات والدبابات دون أن تمنحه لبقية الجيش اليمني؟ لماذا تعمل حظر على شراء الأسلحة لليمن أو الجيش أن يشتري سلاح؟ لماذا لا تزود اليمنيين بعتاد قادر على أن يحرر البلد دون أن يكلفهم شيء؟ يعني ساهموا في إفقار اليمن تحت نظر السلطة الشرعية، تدخلوا في السيادة تحت نظر الشرعية، عبثوا في ثروات اليمن تحت السلطة الشرعية. الحقيقة هناك تفاصيل نخجل أن نكررها في كل حلقة. كيف يسمح لدبي أو للإمارات عفوا أن تمنع كل الواردات إلى اليمن إلا عبر الإمارات وتأخذ رسوما وضرائب على كل شيء نشتريه؟ يعني نحن فقراء في ظل الحرب، وبالتالي نمول الإمارات في هذه الحرب ونمول السعودية في هذه الحرب، وحتى الأموال التي يدفعونها إنما يدفعونها من الثروات التي يسرقونها وينهبونها. تعطيل الموانئ اليمنية يرفع رصيد ميناء جدة وموانئ الإمارات. إذن هناك دخلا يعيدون نفقه علينا كأنه صدقة، وليس صدقة، هي من أموالنا. يمنعوننا من 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 استخدام الموانئ والمطارات ويفرضون علينا حصارا حتى لا نستطيع أن نستقل بالقرار. والسلطة الشرعية لا تتحدث. تصوري نعم، برأيك دكتور هل يعني قرأت عن البيان الحكومي والله أصبت نعم السلطة الشرعية بهذه النقطة. نعم تفضل حول الأحداث في عدن قرأت البيان الحكومي الصادر من الحكومة حول هذه الأحداث. أنا فهمت بأن هذه الحكومة هي منظمة مجتمع مدني، منظمة مجتمع مدني تناشد وتطالب، يعني وكأنها ليست صاحبة قرار، ليست هي الممثل الشرعي للبلد، ليست هي صاحبة الشرعية، ليست هي المسؤولة، إنما منظمة مجتمع مدني. وحتى الأحزاب الوطنية التحالف الوطني الذي أصدر بيانا، يعني من المخجل أن لا نجد اسم الحزب الاشتراكي في هذا البيان. يعني الحزب الاشتراكي يعني كل يوم له نغمة، من المعيب. الوطن هو وطن الجميع، وحتى إذا أراد الحزب الاشتراكي بأهدافه الخفية أن يعلن الانفصال في الجنوب، هذا ليس شأنه، هذا شأن الشعب الجنوبي. نحن نحترم أي حزب في الجنوب أو أي ممثل في الجنوب أو أي مواطن في الجنوب أن يطالب بالانفصال، هذا حقه. الوحدة ليست قهرية، ينبغي أن تكون باختيار وبرضا، والشعب عليه أن يقرر بعيدا عن هذا القهر وبعيدا عن هذا العنف. لكن المخزي جدا أن تتدخل الإمارات بطلب الانفصال في اليمن. طيب ما شأن الإمارات أن ننفصل أو لا نبقى موحدين؟ أنا يعني أقر كل مواطن جنوبي يرفع الانفصال، هذا حقه لأنه مواطن ذو صفة وهو شريك في هذه الدولة، من حقه أن يطلب بالبقاء في الوحدة أو يطلب الانفصال، وتحتاج إلى مراحل قانونية وتعاقدية معلومة. لكن الإمارات بكلها التي أتت لمساعدتنا ودعم الوحدة اليمنية هي من تطالب اليمنيين بالانفصال وتدعم فريق معين بالأسلحة والمال حتى يحقق هذا الهدف. نعم برأيك إذن دكتور يعني هم غير الشرعية التي يعني أقولها، التي تتفرج على ما يحدث، القابلة بدفع رواتب للجيش بطريقة أو بأخرى كما تفضلت، يعني كثير من النقاط مرت على الشرعية دون أدنى ردة فعل. هل السيناريو يتكرر كما سقطت صنعاء بذات البرود وذات المناشدات وكأنها تحل نزاع بين طرفين؟ هل يمكن أن يتكرر السيناريو أيضا في عدن؟ هو لن يتكرر السيناريو بنفس النتائج، السيناريو سيتكرر ولكن بنتائج ومترتبات أخرى. في إسقاط صنعاء والمناطق الشمالية تمت بتوافق إيراني مع حليفهم على الأرض وهم الحوثيين، والحوثيون يعني أصحاب قضية وأصحاب عقيدة وأصحاب قرار، وبالتالي على قدر قهرهم وفسادهم استطاعوا أن يوجدوا كتلة سياسية فرضت أمرا واقعا اعترف بها العالم ويعترفونهم كطرف،
وبالتالي اليوم أصحاب عدن والجنوب يطلعوا على جوفين بصنعاء. نحن نشتري العلاج من صنعاء، نشتري ما لازم الطاقة الشمسية من صنعاء، نشتري احتياجاتنا من صنعاء، لأنه الطرف الحوثي استطاع بقبضة شديدة وبمركز واحد للقرار أن يخلق كتلة موحدة غير قابلة للتشظي. ما سيحصل في عدن هو ممكن تسقط عدن، ولكن لن يكون هناك سلطة تمسك بالقرار بنفس الطريقة التي يمسك بها الحوثيين، الذي لهم داعم يدربهم على كيفية اتخاذ القرار وعلى تحقيق الأهداف. ما سيحدث في عدن للأسف إذا تم التفريط بها، وهو انتقالنا إلى حرب أهلية جديدة، وهو مزيد من إضعاف المجتمع في العمق. هذا هو، كنا في حرب أخلاقية بين حكومة شرعية وإنقلابيين. اليوم ما يحصل في عدن والتفريط بالعاصمة المؤقتة التي لم تعد السلطة الشرعية قادرة على العودة فيها، ولا الحكومة قادرة على مزالة مهامها منها، ولا هي مكان آمن لعودة البعثات الدبلوماسية وشركات الطيران وشركات الاستثمارية، إذن هم يؤسسون لحرب جديدة وهي حرب أهلية. إذن ستصبح أبين في وادي، شبوة في وادي، حضرموت في وادي، التعز وعلاقتها في عدن أيضا بتصبح كما رأيت في طرد العمال البسطاء الذي لا علاقة لهم لا بقتل أبو اليمامة ولا بقتل حتى دقاقة أكلها أبو اليمامة. إذن هذه المخاطر، أن الكتلة الصلبة في صنعاء بلعت الدولة وأنشأت سلطة قوية قادرة على أن تفرض وجودها، بينما الحرب الأهلية التي يمكن أن تكون هي المتوقع في الجنوب هي ستقضي على دماء كثيرة، ستضرب المجتمع في العمق، ستضعف المجتمع، وستبقى دول التحالف سواء عبر عملائها أو ببقائها على الأرض متحكمة في كل شيء. نعم، إذن يعني هل أفهم من كلامك أن مشهد الفوضى والانقسامات هي الصورة الأقرب لما سيحدث في عدن إن ظل الوضع على ما هو عليه؟ نعم، هي كما قلت حربا أهلية. الحرب الأهلية ماذا يعني؟ الحرب الأهلية إنه المواطن يقتل أخاه المواطن وبلا أهداف واضحة، فقط ببرمجة وتمويل خارجي. يعني ماذا لو استلمت الحكومة اليمنية الأسلحة عبر وزارة الدفاع والداخلية؟ ماذا لو استلمت جميع الموازنات حق الرواتب إلى البنك المركزي والحكومة وصرفت على هؤلاء الجنود بميزانية حكومية؟ هل يستطيع هذا العسكري أن يتمرد؟ لا. تصوري حتى الرواتب مختلفة، الجندي التي تدفع له السعودية والإمارات راتبا يأخذ 1200 سعودي أقل شيء، يعني ضعف الراتب الجندي اليمني الذي يستلم من الشرعية، بينما الضابط الذي يتقاضى راتبه من الإمارات والسعودية يتقاضى من 1500 إلى 2500 ريال سعودي، إذا ضعف الضابط الموجود في الشرعية. هناك حتى تفاضل تخلق استعداد وقابلية للعمالة والالتزاق، أي أن هناك في معاش جيد، الناس يذهبون إلى الساحل ليتعسكرون في معاش جيد، يبيعون الوطن لأن هناك من يدفع أفضل. إذا حرم هؤلاء الناس من الرواتب ومن السلاح ماذا سيفعلون؟ هل بمقدورهم أن يخرجوا ببيان فج يتكلمون باسم الجنوب؟ الجنوب لم يقل كلمته بعد، الأغلبية الصامتة في الجنوب لم تقل رأيها بعد، تريد السلم، الجنوبيون يريدون السلم، يريدون الأمان، يريدون الدولة، يريدون الاستقرار، لم يحقق لهم هذا. بالعكس، عملاء الإمارات والسعودية يعبثون في هذا، السلطة الشرعية ساكتة عن هذا. لماذا برأيك؟ يعني داني عند هذه النقطة دكتور فيصل، إذن يعني لماذا الرئيس هادي حتى اللحظة لم يتخذ أي قرار ضد الإمارات وما تفعله في الجنوب، أو يطالب برفع يدها من التحالف، أو حتى مكاشفة العالم لما يحدث، لما يتخذ قرار الصمت وينزوي خلفه؟ هذا السؤال ينبغي أن يوجه لهادي نفسه بلقاء صحفي وبلقاء عام من سياسي أو صحفي شجاع، يعطي له هذا السؤال كشملك، يقول له سيدي الرئيس لماذا أنت صامت وشعبك يقتل؟ لماذا أنت صامت وشعبك يجوع؟ لماذا أنت صامت تأكل وتشرب وتنام وشعبك في ظل الحرب؟ لكن توقعاتي بأن الرجل منذ البداية لكي يضمن بقائه في السلطة ظل يرتهن للإملاءات التي تأتيه من الرياض، فدخول الحوثيين إلى صنعاء وابتلاعها لم يكن قرارا حوثيا ولا إيرانيا، كانت هناك توجيهات سعودية إماراتية للسماح للحوثيين بأن يدخلوا ويعيدوا تسوية الملعب،
والقوى اليسارية للأسف غنت في هذه يعني وقعت في هذا المقلب، رحبوا بالتغيير الفذ، التغيير الذي سينظف الساحة، وكان لهم خصم يريدون الإطاحة به لا أقل ولا أكثر. يعني في نهاية الأمر طاحت البلد ولم يطيح الخصم، واليوم الخصم يزداد قوة لأن الأغبياء لا يحسنون التفكير السياسي. يعني وعندما وقع في الفخ وجد بأنه غير قادر على الاستمرار في السلطة إلا إذا استمر بنفس الارتهان، لذلك تم الترتيب له في الخروج من نفس صانع القرار لابتلاع صنعاء، سواء عند انتقاله لعدن أو عند انتقاله لعمان أو عندما طلب التدخل العسكري المباشر. فهو مضى في هذه السياسة ولم يبدي نية لتغييرها، ولم يبدي أي خطابا للشعب يطمئنه على أن البدائل يمكن أن تتخذ في أي لحظة. نعم. يعني هادي كان له بديل التحالفات المفتوحة، لا يعمل تحالف فقط مع السعودية والخليج فقط، يعني يعبثون به، كان بإمكانه أن يعمل تحالفات مع تركيا، أن يذهب لزيارة إيران ويفاوضها على عدم التدخل، أن يعمل تحالفات مع الصين، أن يعمل تحالفات مع روسيا. اليمن في موقع استراتيجي هو مطمع جميع القوى الدولية. أنا لماذا أرهن نفسي لإنسان هو مرهون للخارج؟ دول الخليج أصلا تعمل نفسها سيدة على اليمن الضعيفة وعلى جيبوتي وعلى الصومال وعلى إثيوبيا والسودان وعلى مصر وليبيا والعراق، يعني الفريق القسم العربي الذي يمكن أن يوصله، ولكنها في سياستها الحقيقية هي مرتهنة للعواصم الغربية للدول الكبرى، ولا تستطيع أن تنفذ هذه الأجندة إلا بضوء أخضر، ولا تستطيع أن تحرك لا طائرتها ولا سلاحها ولا أن تعبث هذا العبث دون أن يكون هناك رضا من هذه الدول. فنحن للأسف يعني نبيع بعضنا بعضا. يعني هل هذه المقورة تستحق أن يفعل بنا السعوديون هذا الفعل؟ يعبثون بالبلد في التدخل العسكري، وأيضا يصنعون قوانين جائرة لطرد اليمنيين من أملاكهم ومن حرمانهم، أي جريمة هذه؟ حتى اللاجئين لا يوجد لاجئين لا لعمان كجيران ولا للسعودية ولا للسعودية كجيران. لو سمحت لي فقط أكمل هذه الكلمة، يعني أنا أقول للإخوة الجنوبيين اليوم لم يعد لكم من أمان إلا غير الشمال، والشمال ليس لديه من أمان غير الجنوب، فإذا وقعت كارثة أو جائحة تاريخية أو طبيعية في الجنوب ستهربون إلينا، وإذا وقع عندنا كارثة جائحة سنهرب إليكم، لأن حدود عمان مغلق وحدود السعودية مغلق والبحر لا نستطيع أن نركبه بقوارب نجاة. يعني علينا أن نعتبر في كل الصراعات التاريخية بين الشطرين وبين اليمنين كانت كل يمن أو كل شاطر هو المول للآخر. نعم. بالآلاف وبمئات الآلاف عليهم أن يستوعبوا ذلك. التحالف يبدو دكتور وعليهم لا يسمحوا لهذه القلة المرتزقة أن تعبث. نعم، التحالف يعني السعودية والإمارات مثل بالسعودية والإمارات يبدو أنها تود إكمال ما لم ينهيه الحوثي من قتل ودمار ويعني انقلاب على الدولة وسيادة الفوضى. في أقل من دقيقة دكتور، ما الذي يمكن أو ما الذي بيد اليمنيين القيام به لتلافي هذا الانهيار؟ اليمنيون مضطرون عندما تتخلى السلطة الشرعية عن مهامها على التنظيمات الاجتماعية والأحزاب أن تقوم بدورها، وعندما تتخلى الأحزاب والتنظيمات المدنية عن القيام بدورها، على المواطن العادي أن ينتبه لنفسه بأنه ذاهب إلى الهلاك، وعلينا أن نعيد تكوين أنفسنا بشكل قوة ضاغطة على الأحزاب وعلى المنظمات وعلى التحالف وعلى العالم كما فعل مجموعة من الناشطين في حملة أين الفلوس. ونحن سعينا منذ 6 أشهر لتأسيس الهيئة الوطنية لحماية السيادة ودحر الانقلاب، شعورا منا بتخلي السلطة عن مسؤوليتها، بتخلي الأحزاب عن مسؤوليتها، بتخلي المنظمات التي تأكل الفلوس عن مسؤوليتها، وبالتالي على المواطن الحر المتضرر من هذه الحرب ومن هذه التحالفات القذرة أن ينبري للدفاع عن نفسه في إطار تكتلات بديلة قوية قادرة على أن تفرض نفسها وخياراتها. نعم، إذن هي دعوة نأمل أن تجد صداها لدى اليمنيين. دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.